بسم الله الرحمن الرحيم. نحن لواء عبد الله بن سلام، لنا جبهات في تمك وحاجز النور في البليحة، ولنا أيضا في حي جوبر الدمشقي. نحن الآن في زيارة لأحد مواقعنا في حي جوبر الدمشقي، نطلقكم على الأوضاع. صور لقدام لقدام، لا تخافك لا تخافك، نقطيها من هون شايفها. اي مالي شي، هذا اخبار قذيفه الدبابه اللي تم قصفها هلا. خذ لقطه كمان من الطلاقيه على الاستراد مباشره. هلا الطلاقيه على الاستراد، تفضل هون شغي، خذ اللقطه من هون، خذ الزوم تبعك، الزوم تبعك خده. اي هدف باذن الله تعالى، ومع عقل الامن والشبيحه على الاستراد مباشره. هلا الدبابه هي مرقت من هون، تجي من هون الدبابه. في محاولات صد لها؟ ايه طبعا طبعا، الحمد لله رب العالمين باذن الله تعالى. عم تنجح محاولات الصد لها؟ ايه الحمد لله رب العالمين. يعني ضربنا نحن كذا دبابه هون، وكانوا جايين من ناحية الكراجات كمان، ضربنا 4 بي ام بيات الحمد لله رب العالمين، الله وفقنا فيهم. يعني فينا نفوت نشوف هاي الشباب؟ ايه تفضل لجوا، تفضل لجوا. السلام عليكم. السلام عليكم. ممكن تحكي لنا شوي عن وضع الجبهه اللي انت هلا رابط عليها؟ الحمد لله فضل الله، هادينا هلا وما بيحسوا يتنفسوا. تمام. طيب. حي الله واحد بده يتحرك من القوية السلال، بفضل الله احنا دغري نزلنا. الحمد لله، تفضل تفضل لهون بلا، تفضل لهون. ايه في هون هدف هون، معاقل الامن والشبيحه من فوق لا ما يبين معك من هون، بس هو يمكن ما يبين انه بيمدوا راسهم هنين وبيردوا بفوتوا بيغطوا للدبابه، بيغطوا للدبابه مشان تمروا. ايه بس تمروا الدبابه بيغطوا لها هنين، طبعا قاعدين بقلب الدبابه هلا عم يغطوا له هلا هني. عم يستهدفونا بكل شيء، متحملين باذن الله لحتى الساعة هي. طيب النقطة اللي أنت رابط عليها، النقطة اللي أنت رابط عليها أخي هون، شو كاشف عليك أنت؟ أنا كاشف هلا عندي هون الاسترون. حلو. يلي بيربط ما بين الدباغات وهون. تمام. وبيطلع على المشارف العباسي، طبعا هذنك البنجكتورات شات ملعب العباسي اللي بتعطي ضوء على العباسي. وهي نحن عندنا هلا مبنيين هذول، في بيوت عربيه بعد منه صاير متحطه القناصه هنيك عند اخر المبنى عند الشباك. تمام. وفي عندنا على ايدك اليمين هي اللي عند الطاقه، هي الطلاقيه عنده، هي نحن ضربنا لهم اياها وكانت ضرر لنا، بس الحمد لله لحد الان نحن صاحيين عليها. وهدلون البنايتين هدلون لساتهم معهم. طبعا هلا بقدر اقول لك قرب الكاميرا شوي، معلش معلش، لا تخاف لا تخاف. عندنا هدلون المباني، هدلون اللي مشنا، عندنا هذيك المادنه اذا بتقدر تصورها تبع مسجد المسجد موجوده، كلياتها موجوده الحمد لله. مو مشكله، تم استهدافهم، ومن يوم من جمعة ضربونا كيماوي، والإعلام خبر عنا وصار عنا. شو بإمكانك تحكينا عن كيماوي؟ نحن كنا قاعدين هون رابطين، فصار معي أول شيء صار معي نشفان بالصدر. أنت نصبت الكيماوي ضرب؟ أيوه. أنا صار معي نشفان بالصدر، وشوي ثانية بلشت نشف ريقي، صرت بدي أطلب مي. بعد شوي لقيت مناخيري نزفت من الماء، صار معي سيلون، ودموعي بلشت تاخذ بالاحتمار. طلعت هيك واخذونا على الطبيه واخذنا ابر الحمد لله. لا انتم هون ما في عندكم كمامات او شيء؟ مثلا عندنا كمامات، عندنا كمامات، احنا هذول اقتلناهم الحمد لله بفضل من الله بعون الله تعالى، اقتلنا هون كمامات وعم يحطوها الشباب، عم تجيب نتيجة الحمد لله. ايه الحمد لله رب العالمين، احنا بعد كتائب نحن اخذناهم واغتنمناهم منا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم يا رجل. سلام. الله يبارك فيكم يا رب.
هو رابط على طلبيه الاسراء حجي هيك الاستراد هو البناية الامن اللي عم بيستلل علينا على طول على طول بيستلوا بيضربونا بالكيماوي وباذن الله نحن صامتين باذن الله ان شاء الله والله اكبر الله اكبر عليك يا مشو السلام عليكم هون شايف في مباني انا بوشة هون متمركز فيها الجيش يعني اخي هاي البنايات كلها متمركز فيها الجيش فاتح فيها طلاقيات يعني طلاقيات عم بيطلعوا من بنايه لبنايه هنن خايفين انه يطلعوا ويواجهونا مباشره عم يضطروا انه يفتحوا طلاقيات وكل فتره بيطلعوا اثنين ثلاثه بيضربوا علينا منهم نحن باذن الله جاهزين لاي اقتحام تمام الله قويكم يا رب الله يحميكم هو عنا نحن ضابطين فيها ان شاء الله تعالى اذا تفضل تفهموا فرجيكم اياها بس كنت طخ شوي لانه لانه هلا هو كاشف هذا ايه هون على السريع على السريع ايه هون طبعا استعد أخي أكثر من مرة بين النقطة هون أكثر من مرة ضربونا حشوات حشوات أربي جي وبي عشرة كمان ضربونا هون فضل يبهون أخي جاهزين؟ السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته معلمي فيك تشرح لي شوي بس عن طلاقية اللي أنت مرابط عليها هلا الطلاقية اللي مرابط عليها أنا رابطين هون على الاستراد الجديد بوش الأمن والشبيحة بإذن الله ما شاء الله تمنعوا التسلل تبعهم؟ نمنع التسلل، نمنع الهجوم، ونحن عم نقترب عليهم أكثر وأكثر وعم نحاول نقدم عليهم أكثر كمان. هلا ملعب العباسيين قديش يبعد عن نقاطهم؟ هلا ملعب العباسيين بالنسبة للإستراتيجية هي الإستراتيجية، ملعب العباسيين بيبعد من هون خط نظري يعني ما عم نصير نقدره نحن. تمام. بس يعني تحت مرمى نيراننا؟ لا كمان تحت مرمى نيراننا، بس لكن بعيد شوي من هون. الحمد لله. طيب فيك تحكي لي شوي عن معنويات الشباب لما عم تنقصفوا بالكيماوي، لما عم تنقصفوا بالهاون، سمعت أنا الفوزديك عم تجي كثير على جوبر من طرف قاسيون، فيك تشرح لي شوي عن الوضع شلون معنويات الشباب؟ هلا بإذن الله احنا معنويات الشباب ومعنوياتنا طوال ما إنه واقفين وصامدين بوش هالطاغية النظام بشار، بإذن الله صامدين، قد ما بيضربنا بكيماوي، قد ما بيضرب راجموت، وقد ما بيضرب شو بده يضرب يضرب. بإذن الله. احنا مالنا سائلين أبداً، احنا معنا رب العالمين، ومالنا سائلين عليه أبداً أبداً أبداً. الله يقويكم يا رب يا معلم، شكراً كثير لك. تفضل كمان اخي فرجيك كمان عنا الهاون شو بنضرب عليه نحن وفرجيك شلون عم نستهدفهم فيه ان شاء الله تعالى تفضل تفضل اي بس طخوا طخوا الان هون مكشوف الاذنين الحمد لله رب العالمين الشباب معنوياتهم مرفوعة كتير كتير الحمد لله فضل من الله هذا مو نحن يعني الفضل كله من الله الحمد لله رب العالمين وعمه جدا يعني والشباب وحتى ضربوا عليهم كيماوي يعني وحتى يعني أمتهم يعني لسه عالية كتير كتير بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى نحن صامدون بإذن واحد لحال بإذن الله وجايينك يا بشار بإذن الله تعالى استخدم هون شوي نحاول عنا شغل محلي يدوي تفضل معنا هون الحمد لله رب العالمين هذا الهاون وهذا شغل محلي يدوي هاي كلها صناعه يدويه كلها صناعه يدويه الحمد لله بس تعذبنا كثير يعني مشقه كثير الحمد لله وهلا باذن الله تعالى يعني
رح نساوي لسه نطور لسه اكثر من هيك باذن الله. ان شاء الله باذن الله هلا عم نشتغل لل 140 باذن الله تعالى. الهون قديش عياره؟ هذا عياره 80. هذا موجه؟ هذا بيقول موجه؟ هذا الهون موجه هذا. هذا المعاقل الامن الحمد لله رب العالمين وعم يجيب اهداف يعني محققه 100% باذن الله تعالى. انتوا بتستخدمون ايمتى لما الاقتحام؟ لا لا هلا نحن وقت الاقتحام بنستعمله، وقت كمان بنشوف الامن وهو عم يطوش بالقناص او بالمعاقل الامن تبعهم، ايه كمان عم نوجهون عليهم ننظمهم بالبناء تبعهم. مباني الشبيحه طبعا معاقل الامن كله والشبيحه يعني. الحمد لله رب العالمين، نحن هون ناصبينهم مشان وقت بدهم يصير نقطه مثلا تسلل او اقتحام او شيء من ناحيه الجيش، بنستعملهم نحن باذن الله تعالى ونردهم فيه. لواء عبد الله بن سلام قد طلعنا على حي جبر دمشقي على النقاط المرابطه لها مجاهدين لنا، كما شاهدتم الحمد لله المعنويات مرتفعه وصامدون حتى اخر نقطه دم في جسدنا. الله اكبر والعزه لله. الله اكبر والعزه لله.